الاول نمسي ونرحب بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ونساله بقى، هو ملك التفاصيل وهو كتب مقال جميل عن هذه الزياره لخص فيه الابعاد الاساسيه للتعاون. مساء الخير على حضرتك استاذ اكرم. مساء النور، اهلا وسهلا. خليني اسال حضرتك، يعني يمكن بعض الناس يشوف هي قد تكون إجراءات دبلوماسية بين البلاد، إحنا ليه شايفينها بهذا العمق؟ إحنا ليه شايفينها بهذا الأهمية؟ إيه الانطباعات اللي حضرتك خرجت بيها من هذه الزيارة، مش بس على مستوى العلاقات الخارجية لمصر، لكن كمان على مستوى تعاون اقتصادي ممكن يكون مفيد لمصر وبالتأكيد مفيد للطرفين؟ لا، هو الحقيقه الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كلام في غايه الاهميه، لانه كلام الدول دي، يعني الزياره ما هياش زياره بروتوكوليه، والدليل انه احنا بنتكلم في تفاصيل. الزيارات البروتوكوليه عاده بتكون شديده القصر وبتكون لقاءات بروتوكوليه وكلام مجاملات وينتهي، لكن الحقيقه احنا بنتكلم على لجنه مشتركه، بنتكلم على اتفاقيات بالفعل تم توقيعها، على كلام وحسابات حقيقية للمكسب والخسارة والمصالح المشتركة. زي ما انت اشرت، كوريا دولة متقدمة لها تجربة بدأت من الصعوبة وبذلوا جهد كبير جدا عشان يوصلوا للي هم فيه، عندهم تقدم في التقنيات، في التكنولوجيا، في النقل، في السيارات. ويمكن احنا لو هنقول امثلة، في شركات كتيرة جدا، واظن انه كثير من الطبقات الوسطى في مصر بتستخدم السيارات الكوريه على مدى عقود، ده دليل على ان احنا في ثقه معينه في هذا المنتج. لما بنتكلم على هذه الشركه الكبيره جدا في صناعه النقل، اللي بتتكلم على انه سيتم انتاج خطوط انتاج لعربات المترو تنتج في مصر، مش بس تنتج في مصر الحقيقه، ده هتنتج انتاج مشترك وكوريا نفسها تفتح سوق لتصدير هذه العربات في الخارج مش بس للسوق المحلي. فمعناه ان في جديه في الاتفاقات وجديه في الكلام وفي صناعه المستقبل. يمكن الرئيس الكوري في لقاء اللجنه المشتركه مع رئيس الوزراء طبعا التقى مع الرئيس، وكان في توقيع اتفاقيات قد تقود الى يعني اتفاقيه تجاره، ومصر حريصه قوي على فكره اتفاقيات التجاره دي تعمل اولا تجاره متبادله، توازن في الموازين التجاريه، الامر الاخر تبادل الخبرات ونقل الخبرات المتبادله. اكيد كوريا والمستثمرين الكوريين، احنا بنتكلم في ما يقرب من مليار دولار استثمارات كوريا في مصر، زي ما احنا اشرنا في صناعه السيارات، في صناعه الطاقه، في السيارات الكهربائيه مثلا. الرئيس الكوري بيتكلم على انه مصر كمان يعني بوابه حقيقيه وجاده الى قاره افريقيا، لان دائما مصر اصبحت جسر واضح وحقيقي بين افريقيا وبين دول العالم، سواء اسيا، اوروبا، روسيا. ومصر كانت حريصه جدا انها تعقد اتفاقيه، يعني مؤتمرات افريقيا الصين، افريقيا روسيا، افريقيا اوروبا، يعني معناها انه الرئيس الكوري لما بيتكلم بيقول ايديكم في ايدينا وان احنا نعمل نتحرك للمستقبل. بالتاكيد المستثمر الكوري او المستثمر العالمي اللي هيجي هنا هيبقى شايف مؤشرات دوليه لمؤسسات دوليه عن مدى تقدم اللي حققه الاقتصاد المصري، على مدى التطور اللي حاصل في مصر. وده تحديدا اللي انا عايزه اروح فيه مع حضرتك لتفصيله ادق شويه. احنا بنتكلم عن دوله ربع سكانها بيشتغلوا بالصناعه، فيعني صناعة وحجم مرعب من أو قدر مرعب من الاقتصاد بيعتمد على الصناعة. لما السوق ده يشوف في مصر سوق واعد وفرص حقيقية، وزي ما حضرتك بتقول مجالات للتعاون وكمان محطة للتصدير للمنطقة، ده يحتاج ان احنا نكون حققنا ايه على الارض؟ يعني خلينا نفهم من زاوية تانية، مصر ممكن تكون قطعت شوط قد ايه عشان نتشاف بالطريقة دي من دولة بهذا الحجم؟ بالضبط. هو طبعا يعني كدوله صناعيه، مش بس الصناعه التقليديه، كمان صناعه التكنولوجيا، صناعه النقل، صناعه الرقمنه، لانه النهارده التكنولوجيا جزء رئيسي جدا من اي صناعه، صناعه بدون تكنولوجيا ليست صناعه. وبالتالي فاحنا بنتكلم على انه مصر بوابه لافريقيا مثلا، او اقتصاد مصر وعلاقاتها واكثر من شركه بتتكلم على يعني اكثر من اتفاقيه مع دول افريقيه او غيره، ومصر بتتكلم في ده، فاحنا بنتكلم على سوق واعد وواسع وتبادل تجاري حقيقي، انه سواء مصر تبقى بوابه
لافريقيا او كمان بوابه من افريقيا للعالم، لانه مصر ما بتتكلمش دايما كدوله فرد ولكنها كجزء من مجتمع دولي واقليمي قابل للنمو وقابل للحركه. وانت اشرت لنقطه مهمه جدا في الاقتصاد، انه دول زي كوريا او دول النمور الاسيويه عموما ما عندهاش موارد بالقدر اللي عندها افكار. ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي لو احنا سمعناه في اسبوع الصعيد او في مؤتمر منتدى الشباب اتكلم، احنا ما عندناش غير الافكار، الافكار هي اللي بتعمل القيمه. دول المتقدمه معظمها اللي عندها تقنيه وعندها هي عندها افكار بالدرجه الاولى، عشان كده بس احنا عندنا افكار وموارد وايدي عامله وكل حاجه. بالظبط، وهو ده اللي بيركز دايما عليه الرئيس، ويقول انه الطموحات الجديده في تطوير التعليم، في الذكاء الاصطناعي، في التخصصات اللي السوق بيطلبها. لما نتكلم على انه مصر عندها سياق عام او بنى عام للتنميه، خطوط القطارات الكهربائيه اللي بتربط موانئ البحر الابيض بالبحر المتوسط بالبحر الاحمر، في خطوط من الشمال الى الجنوب، في ارتباط كيب تاون القاهره، خط في خط في النيل للنقل المهري، في تطوير حقيقي مثلا لادوات النقل سواء المترو او المونوريل او القطار الكهربائي وادوات النقل والطرق والمحاور، بالاضافه الى المناطق الصناعيه والمناطق المختلفه. فاذا كان لدى كوريا افكار وانها تقدر تقدم النهارده في توطين لصناعه السيارات في مصر، ومصر زي ما انت اشرتي بتميل الى تطوير النقل بالشكل اللي يتم فيه احلال نقل ذو الطاقه الخضراء او الطاقه الاقل تلويثا، ومصر هتستضيف قمه المناخ 27 قريبا في شرم الشيخ، وبالتالي ففي جديه حقيقيه. واي مستثمر اذا احنا بنتكلم على 2 مليار دولار قابله للنمو والمضاعفه حسب الكلام اللي اتقال، او منحه من الجانب الكوري، او 800 مليون دولار استثمارات كوريه في 33 شركه منها شركات السيارات زي ما احنا عارفين وشركات مختلفه، لما تكون كوريا لديها رغبه او كاد في التعاون في مشروع حياه كريمه باعتباره مشروع قابل للقياس وقابل للنقل وقابل للتطور والتفكير، في هذه الحاله اعتقد انه بيكون هنا سياق مختلف عن سياق البروتوكولات او اللقاءات التقليديه. ومصر الحقيقه في سياستها الخارجيه بتقوم على اطراف مختلفه، اولا فكره الثقه في قدره مصر اقليميا ودوليا على اعتبار انها جسر وقادره على تقديم مبادرات دائما وتقليل التوترات وغيره، نفس الوقت العلاقات الثنائيه والمصالح المشتركه اللي بتضمن لكل الاطراف، لانه طبيعي انه ما فيش طرف هيستغل طرف، لكن يمكن لكلا الطرفين ان هو وين وين سيتويشن، كلا الطرفين بيبقوا كسبانين في حاله استخدام الافكار واستخدام التطوير في هذا الامر. واعتقد انه كتير من دول العالم بتشوف ان مصر ارض الفرص دلوقتي، وعندها فرص حقيقيه ان هم زي ما حضرتك قلت يعمل استثمارات ناجحه جدا وبتحقق مكاسب اكيد حقيقيه لمصر. انا بشكرك كرر شكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.